الشيء والقراصة والتقلية عناصر أساسية في المطبخ السوداني الغني بالأصناف والأطيب والمذاق المتفرق طبعاً. وجبات حلوة ولذيذة اليوم في استوديو صباح العربية معنا الشيف محمد الشيخ. هلو سهلا بيك يا شيف، حبابك عشر. حبابك مليون وحبابك بدون كشرة بقوله. بدون كشرة. شيف أنا صراحة ما أعرف كثير عن الأكل السوداني، أسمع بالكمونية، أسمع بالقراصة، بالعصيدة، إيش اليوم جايب لنا معك؟ اليوم الطبق الرئيسي طبعاً عندنا اللي مشهور هو العصيدة. هذه العصيدة بالتقلية. شو مكوناتها شيف؟ العصيدة هي عبارة عن دقيق دقيق الذرة عندنا هناك. أيوة. الذرة. أيوة بالذرة. بعدين المكونات اللي هي التقلية والنعيمية. التقلية هذه فيها فلفل أحس. لا ما فيها فلفل. هي مش حارة. بصل عادية. تقلية بس. أكيد طبعا. طيب وإيش الأكلات الثانية كمان؟ هذه عندنا الكبدة. أوكي. هذا الفول. الفول السوداني لا يعلى عليه. بس الحاجة الأجمل هي كمان الشية. شف الفول كأنه عليه شو الأبيض، لبن ولا جبن ولا هذا جبن. جبن مع الفول. جبن مع الفول. واو. مع سلطة شوي من نعم. فوق سلام. تمام شي حلو. عندنا الأكل كمان الأجمل اللي هي الأقاشي. الأقاشي هو أكلة شعبية عندنا في السودان. عبارة عن إيه؟ عبارة عن صدور للجداد مع تبولة شوي. يا سلام والله متبلة يا تلعبلة. خضع الجمر الفحم. هذا فلافل شكله صح؟ وهذه فلافل. فلافل. أبغى أوقف معك عند الشية شوية. إيش مكوناتها؟ عبارة عن إيه؟ هي اللحم عندنا نوعين، لحم العجالي أو الفراخ الخروف. عندنا الخروف السواكني. أيوة السواكني. أيوة طبعا حياك. فهم أكيد طبعا بتتعامل على الجمر. عندنا هي ثلاثة طريقة، هي بتتعامل على الصاج وبتتعامل على الجمر على الفحم. الفحم حلو هذه هيلثي. أيوة. ايه صحيح هشة. نشوف سير، شو طبقك المفضل من هالموجود على الطاولة؟ كلهم بدون استثناء. السؤال اللي يطرح نفسه يا ليث هي، وانت تحبي تاكلي ولا تطبخي كمان وتاكلي؟ هل انت شاطره في الطبيخ ولا لا؟ احب اكل. تحب بس ما شو اكثر شيء، اكثر طبق سوداني بتحبيه عاده من الطاوله دي بشكل عام وليس من على الطاوله؟ والله يعني احنا احنا عشان متعودين على الطعم، فكل كل الوجبات عندنا ما شاء الله انا احبها. نعم. بس ده تحديدا العصيده النعيميه. النعيميه ايش مكونات النعيميه هذه؟ هي عباره عن ملح، هو زبادي مخلوط عليه وشويه اللي هي عندنا باسمها الفول السوداني المسعون اللي هو اسمها دكوة بالسوداني. ايوه وشويه النعيميه. وهي هذه النعيميه. هذه النعيميه وهذه التقليه. حلو. بس هذا الصحن ما كلمتنا عنه، ايش هو؟ هذا جزء من هذا نفس الشيء. نفس الشيء بس هذه نفسها اللي هي الكسرة السودانية، اللي هي يعني الخبز، اللي هي قريبة من الخبز بس. أيوة. هي بتدعس على طريقة عندنا اللي هي اسمها الصاج. يا سلام يا سلام صراحة. أيوة. شيء هي الصاج تحشونا نفسنا بصراحة. اليوم حاكل وحاجة. هي بتدعس. أيوة بتدعس هيك، بعد ذاك بتطلع إن شاء الله على الطبق هذا. ممكن تتأكل بالنعيمية أو ممكن تتأكل بالتقلية. والله شيء لذيذ كوجبة غداء، وهذه وجبة فطور. أجيب فطور مع الشيء ومع الفول. يا سلام. وهذه وجبة العشاء مع الشيء ومع الكبدة. الله السودانيين ما يمزحوا في الأكل ما شاء الله، أكل متعوب عليه. طعمية رهيبة. إياكم تخلصوا عشان بتاخذوا الصحن. كلنا ما ناكل عن جد. طبعا هذه من العادات والتقاليد السودانية. سؤال أخير بس على الفلافل شيف، تعملوه بالفول ولا بالحمص؟ هذه والله يا اخي هي سر مش كده. اسمه الكبكبي عندنا بالسودان. الكبكبي لكن هنا اسمه الحمص. الحمص هو الحمص. من الحمص. هي من الحمص. ايوه. طيب ايش رايكم كمان نروح نسال الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، ايش هي اكثر طبقه واكله سودانيه تحبها؟ وطبعا تنوعت الاجابات، تعالوا نشوف. محمد يقول انه يفضل عصيده من دقيق الدخن مع الزبادي السكر، وهي حاجه منتهى الروعه. يا سلام. اما محمد الثاني يقول فهو يفضل العصيده بملاح نعيميه. شايفين زي ما قلنا النعيميه. وابو بكر يقول انه افضل وجباته في المطبخ السوداني هي كسره اللي هي عندنا، وملاح باميه اللي هو الويكه.
طيب اللي هي الويكا بس هم الاثنين في بامية مفروكة في بامية ناشفة اللي هي الويكا. يا سلام. بس في لميس شوف شو بتقول بتفضل دمع الدجاج بقراصة بالقراصة بالقراصة والقيمة وقيمة اسمها قيمة القيمة القيمة اللي هي بالبطاطا البطاطس والجزر لازم أتعلم على لفظ أسامي الأطباق وأخيرا كان عندنا رأي لداليا منصور بتقول بتفضل الأفضل الطبق لديها هي سلطة أسود سلطة الأسود اللي هي معمولة اللي هي الباذنجان مع برضو مع الدكوة ومع الجزر. أنا شفت ما شاء الله الفليفرز عندكم أو النكهات عندكم قوية في المطبخ السوداني. تسلم يدك شيف يعني صراحة شيء جميلة. سير نبغى نختم هذه الحلقة من المطبخ السوداني بأغنية من صوتك ونعرف إنه بنات درمان يعني ما شاء الله يحبوا المطبخ والطبيخ طبعا بس أنت تحبي تاكلي وما تحبي تطبخي. أشكرك جدا لوجودك معنا اليوم وشكرا لمشاهدينا. أكيد انتهت حلقتنا ونشوفكم يوم الأحد ولكن أترككم مع الصوت الجميل والأكل اللذيذ. أكل سير الصوت. شكرا يا سير تفضلي. سير قبل ما نخلص سير بتحضر مشروع جديد لعمل لبوب مارلي بالإنجليزي رح يرى النور قريبا إن شاء الله. تفضلي. إن شاء الله. بس الجيتار عشان نغني سوا. أي من غير جيتار إحنا نبغى نسمع صوتك. صوتك أكابيلا تفضلي. طيب ههدي غنية للسودان بمناسبة المائدة السودانية دي وبقول لهم نار البعد والغربة شوقي لأهلي والصحبة شوقي لكل جميل في الحي شوق للشيل لو صعبة بين اليقظة والأحلام بين أجفان تقول لي